بلد مليئة بعبق التاريخ، قيل إنها زاخرة بالأساطير والكهوف القديمة، قيل إن حضارات لا يعرف عنها شيئا كانت موجودة في تلك المنطقة قديما، الجزائر بلاد السحر والأساطير المليئة بالأماكن الأثرية الغريبة التي حيرت العالم أجمع، منها هذا المكان الذي يعد من أعاجيب الزمان. إنها مغارة قديمة تحمل الكثير من الأسرار، تدعى مغارة السبعة رقود، قيل إنها المغارة التي مكث فيها أهل الكهف، بل والبعض أكد رؤيته لكلب أهل الكهف. فما هي حكاية تلك المغارة؟ وهل حقا كانت المكان الذي اختبأ فيه أهل الكهف؟ سأحكي لكم في الملخص. في الجزائر توجد مجموعة من المغارات الغريبة التي مر عليها آلاف السنين، قيل إنها مدفونة وسط سلسلة من الجبال، كانت تستخدم تلك الجبال قديما في محاربة الغزاة ومقاومة الاحتلال، وكان الجزائريون يختبئون من جنود الاحتلال الفرنسي في تلك الجبال التي كانوا يعرفون مداخلها ومخارجها جيدا، بينما كان الفرنسيون يضيعون فيها. لكن أيضا تلك المغارات حملت الكثير من الأسرار المخيفة والغامضة، بعضها حقيقي والبعض بالغت الأساطير في وصفه. هذه الجبال والمغارات هي ملتقى للسائحين والمستكشفين الذين لا يتوقفون عن محاولة معرفة أسرارها الغامضة. في ولاية الميديا تقع سلسلة جبال تسمى التطيري، وهناك تقبع مغارة مخيفة تسمى السبعة رقود. قد يبدو الاسم الذي أطلق عليها غريبا، لكن المغارة أغرب من الاسم، فهي تقع داخل ذلك الجبل ببضع كيلومترات، مما يجعلها تصلح لتصوير أحد أفلام الرعب في السينما. يقال إن تلك المغارة كانت محمية رومانية استخدمها الجيش الروماني قديما عند دخوله الجزائر، ومكث فيها لفترة، وكان الجنود يسكنون فيها. يقال أيضا، وذلك وفقا للحقائق التاريخية، إن الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة استخدمها مقرا له، وأنه مكث فيها فترة من الزمن، وذلك وفقا لبعض الأحداث التاريخية التي تثبت مكوثه فيها. لكن أكثر القصص التي تروى بخصوص هذه المغارة هي أنها كانت المغارة التي مكث فيها أهل الكهف الذين وردت قصتهم في القرآن الكريم، والتي قيل إنهم اختبأوا فيها فناموا سنينا ولم يشعروا، واعتقدوا أنه يوم واحد، رغم أنه لم يثبت تاريخيا أو دينيا أنها كانت في ذلك المكان، حيث إن قصة أهل الكهف لم تحدد بالضبط عدد من كانوا في الكهف أو المكان. ليبقى من الأمور الغامضة التي لم يحددها الله عز وجل لحكمة ما، كل من يرتاد تلك المغارة يتحدث عن صوت غريب يصدر منها، وأنه ليس لشخص واحد بل لسبعة أشخاص مختلفين، ولذلك أطلقوا عليها اسم مغارة السبعة رقود، ولذلك ربطوها بقصة أهل الكهف. وسماع تلك الأصوات أكده حتى بعض السياح الأجانب الذين زاروا المغارة على فترات مختلفة. وبالطبع قصة سماع الأصوات أعطت المغارة بعضا أسطوريا، ووصل الأمر إلى أن البعض قال إنه لمح كلبا نائما في المغارة، وذلك بشهادة أكثر من شخص منهم أجانب لا يعرفون قصة أهل الكهف. فتلك الشهادات رسخت قصة أن هذه المغارة مغارة أهل الكهف بالفعل. بعض من أهالي المنطقة يعتبرونها مكانا مقدسا، ويدخلون إليها ويضعون الشموع وأوراقا تحمل أمانيهم.